يقول لك الموضوع ده فاكس. فاكس يعني الموضوع ده مش نافع، يعني الموضوع ده سيبك منه، يعني الموضوع ده طنش ففاكس. لو مثلا بتتكلم في موضوع وفي حاجة هو مش شاغل باله بيها أو يعني عايز يعديها، يقول لك كبر دماغك كبر دماغك. هتجد مثلا واحد انت بتضايقه كتير، مثلا يعني بتتكلم في موضوع فانت ضايقته ضايقته، فيقول لك ما تبقاش اوفزي بقى في يعني اوفزي، يعني كلمه اوفزي، كلمه فاكس، كلمه برضه. لو في موضوع كده مش هجيب همه، يقول لك الموضوع ده في السلنكتيه، يعني المصطلح السلنكتيه يعني ايه؟ سيبك منه هتخسر كتير. فعشان كده النهارده هنتكلم على المصطلحات، المصطلحات الشبابيه، اللهجه اللي موجودة، اللكنات اللي موجودة، المصطلحات اللي بتستعمل في لغتنا اللي بقيتنا نتكلم بيها النهاردة. أقول لك الموضوع ده فاكس، لا ده ما تبقاش أوفزي، لا مش عارف مثلا بتشتري حاجة أقول لك توتو على كبوتو. كل دي حاجات بتستعمل بشكل كبير جدا جدا في الواقع الحالي. طيب احنا عملنا تقرير، احنا هنتكلم عن الموضوع ده النهاردة بشكل فيه استفاضة شوية، هنتكلم من ناحيتين. يا ترى الموضوع ده بسيط وعادي ومفيش مشاكل وعيش بقى وطور من نفسك وطريقتك، ولا الموضوع ده ممكن يسبب لنا حاجات تانية مش عاوزينها؟ تعالوا بس نشوف الأول التقرير بتاعنا اللي نزلنا فيه صورنا في الشارع مع أصحابنا بنقولوا إيه على الكلام ده. تعالوا نشوف ونرجع نكمل، خليكم معانا، تعالوا نشوف التقرير. ايه اجدد الكلمات اللي بتنتشر ما بين الشباب دلوقتي؟ في كتير، مثلا يا اسطى، زميلي كده، بيس وماو، انتش والسيد ومش عارف ايه، يا نجم يا اسطى، الكلام اللي هو الكلام ده يعني، وفاكس ومش عارف كلام كده عجيب غريب، انا ما اعرفش مين اللي اخترعه اصلا يعني. فكك عبيله واديله. ازاي بتنتشر المصطلحات دي؟ عادي، اصحاب قاعدين مع بعض، ده بيسمع كلمه فده بيكررها فده بيقولها زي يعني، من قاعده مع بعضينا وكده يعني، كله بالحب. كلمة ممكن أقولها تطلع عليها كلمة حد يسمعها يقولها للتاني، بتبقى كده عامة يعني. في الجامعات وفي الكافيهات الكلام ده، واحد قالها التاني عجبته بيقولها، ده تنتش بالورث. هو عادي اللي احنا بنهزر مع بعض بالشتيمة؟ هو مش عادي، المفروض لا، بس ده اللي بيحصل. لا طبعا، احنا ولادنا ولا اخلاقنا ولا تربيتنا وصونا على كده ولا علمونا على كده؟ لا طبعا، يعني الواحد لازم يحترم نفسه. قلة ادب والله بيني وبينك. لا المفروض لا، في برضه حدود احترام وادب وبتاع يعني. في ناس كتير بقى بتشتم بعضيها بالاب والام ومش عارف ايه. لا طبعا يعني مش من الاخلاقيات. مفيش اي مجتمع سوي يقبل بان الحاجه اللي زي دي تكون على سبيل الهزار او الضحكه وكده. بس هو للاسف دلوقتي الشباب بتعتبر حاجه زي كده عادي يعني، ما بيشوفش مثلا ان دي فيها غلط او بتتنافى مع الدين او كده. طب هل في كلمات معينه الشباب بس هو اللي يفهمها او ليها مفهوم ده للشباب؟ كلام احنا ممكن نقوله بتلقائي، بس الشباب عامه هم بيترجموه بحاجه تانية. كتير كلمات كتير، كل منطقه ليها كلمه. لا في كتير الشباب بس هم اللي يفهموها، بس يعني ساعات بتبقى لغه ما بين اتنين شباب هم عارفين بعض مش اكتر. لا بتهيألي دلوقتي بقى كله فاهمها، ما عادش من الشباب بس. والله عند الناس كلها دلوقتي حاليا يعني، في حاجات خدش الحياة يعني، ممكن اي حد يفهمها سواء كان سنه كبير ولا صغير او انسه او مدام، يعني اي حد بيبقى فاهم الكلام اللي زي ده. في منها مصطلحات تانية مش مفهومه، معظم الناس بتقولها بس هي مش فاهمه هي بتقول ايه. ما انت لازم تقلش معايا عشان اقلش معايا. بلالين بلالين، طب انفخ كده وريني. لو ايه اشلف لك اللي هو يعمل معاك جلاش يعني. وانت تعمل معاه السليمه؟ لا انا اعمل معاه الصح. لا قلش قلش مبروك، انا ماليش في القلش. تيجي تقول له اخر قلش ايه؟ قول له قلش ماسكه. كمين، امين، بسين، صاد.